السنة في السلام عند الدخول إلى الديوانية وطريقة المصافحة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح إذا دخل المجلس فيه الصحابة، ما كان يصافحهم، السلام عليكم، يجلس حيث انتهى به المجلس. هذه السنة، إلا إذا كان الناس ما رآهم منذ مدة أو كذا فلا مانع أن يصافحهم، وإذا كانت قادمة من سفر يعانقه أيضا. لكن إن ما يحدث بعض الناس الآن كل يوم يشوفون بعض، كل ما شاف حبة قبله، هذا يعني ليس من هدي النبي ولا هدي أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه.